ساهم التطور التكنولوجي وزيادة عدد مواقع التواصل الاجتماعي في توسع التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، خاصة بين النساء والفتيات اللواتي لم تسمح لهن الظروف من الخروج من المنزل والالتحاق بسوق العمل، حيث وجدنا في هذه التقنية مبتغاهن من خلال الترويج والبيع لعدد من المنتجات. بفضل مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة ساعدتنا على التسويق بشكل بسيط، يعني ممكن أني أسوق عبر جوالي من داخل بيتي بدون يعني ما أخرج الشارع أو أني أضطر لأي شيء. الكثير من الفتيات استفادوا، من الأسر كمان استفادوا، في أسر هناك استفادوا من هذا المشروع في توزيع منتجاتهم الإلكترونية عبر النت. نحن بحكم أننا يعني أمهات وربات يعني أطفال، معانا أطفال، اشترينا من عبر الفيس، دخلنا في مواقع في الفيس حتى يعني ذو اشترينا برضها عبر الواتس. ظاهرة منتشرة وظاهرة إيجابية خدمت الكثير بأقل جهد وأقل مال. يمكن الإنسان في منزله يسوق المعروضاته ويشتري طلباته في مكان جلوسه. في هناك أسر لا يعني مش تخلي بناتهم يخرجوا للأسواق، فمن ناحية هذا الشيء في نصهم يعني خلاص تبع الإنترنت وكل شيء صار لهم سهل. في ناس يعني ما يقدروا يخرجوا لبعيد الأسواق يبيعوا، نصهم يعني عندهم ما يقدروا، وفي عروض مواصلات كمان، فخلاص يعني ينشروا بضاعتهم، ينشروا أي حاجة خياطة أي شيء بالجروبات، وهذا يعني لنا إقبال كثير من الناس. سهلت هذه التقنية للكثير من النساء عرض منتجاتهن لكسب لقمة العيش وتنفيذ أعمالهن التجارية عبر صفحاتهن في مواقع التواصل الاجتماعي أو في جروبات خاصة للترويج والبيع، وأصبح بإمكانهن الوصول لشريحة كبيرة في المجتمع من داخل المنزل. طبعا هذه الأعمال التي تقوم بها الفتيات دائما تحتاج إلى دورات تطوير لمهاراتهن عشان لأجل أن يستطيعوا أن ينافسوا في السوق المحلية إضافة إلى بعض الأسواق الأخرى، لأن هذه المنتجات دائما تصطدم بمعروضات ذات جودة عالية من بعض الأسواق الأخرى سواء محلية أو خارجية. لذلك نتمنى إقامة دورات بشكل دوري وفي تحديث مستمر لأهم الأشياء الموجودة نستطيع أن نرتقي بمنتجاتنا والمنافسة والوصول إلى الهدف المطلوب من هذه اللجنة. لابد أن يعني نشجع هذا الحدث أو هذا بالنسبة لهذا البرنامج العصري الحديث، ونعم يعني نعمل على تدريب يعني فتيات أو بحيث أنه ينتشر إلى أكبر نطاق في داخل اليمن. هذا المشروع البسيط ساعد كثير من الفتيات أنهم يعني يشتغلوا فيه ويسبب لهم مصدر ربح بسيط. هو يعني المشروع مش إنه مشروع كبير، هو مشروع بسيط بس من ناحية الدخل يعني نوعيا مربح. نريد نحن نشجع أكثر بحيث أنه تكون هذه المنتجات المحلية توصل إلى الخارج. أوجد السوق الإلكتروني فرصة عمل للكثير من النساء والفتيات في محافظة لحج، وهو ما يستدعي تطوير هذا المجال من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية لتطوير قدرات هؤلاء النساء وإبراز قدراتهن في هذا الجانب الذي يعد من أهم الجوانب الإيجابية التي تساهم في تقدم وتطور المجتمع.